والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كلا لمقطوع الأرض وصدق بالحسنى فثم السره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فثم السره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى والعاديات ضبطا
الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفروش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو هامية وما أدراك ما هي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تنطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. بسم الله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على آلين يا الله أسوس المستقيم جمع السيطرة والفعل أسوس المستقيم والرس مسجد روضة الفلاح اللهم صل على عافية الظهر والمدينة سلامة المدينة والدنيا والآخرة اللهم نسل لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة فشهد إنك على كل شيء ببركة القرآن وبنور القرآن وبهداية من بشرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصاً قياط نتور مسجد روضة الفلاح اللهم صل على العافية الظاهرة والباطنة سلامة الدين والدنيا والآخرة اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ببركة القرآن وبنور القرآن وبهداية من بشرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا استوى المرحوم المرحومة ساكن بالبركة pengurus masjid Raudatul Falah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi 'anhum wa'afihim bi barakatil Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bi nuril syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. Subhanallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak Haji Jayo Salim bin Sumo. Almarhum Bapak Haji Sudiman. Almarhumah Ibu Hajjah Asriyah binti Umar. Almarhumah Ibu Hajjah Toyah binti Miro. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Akrim nusulam wa wasim adukhalahum bibarakatil Qur'an wa binuril Qur'an wa bihidayatim wa bishafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Al-Fatiha khususun laruah al-marhum Bapak Nipan wal-marhumah Ibu Misnah wal-marhum Mbah Sariyati sekalian wal-marhum Mbah Simin sekalian wal-marhum Mbah Kahar sekalian wal-marhum Mbah Abdurrahim sekalian wal-marhum Anna Rahmati. Allahumma fillahum warahamuhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nusulam wa'usim wa'alaikum di warahmat al-Quran wa bin urin al-Quran wa bin adamu bin syafat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatiha khususun laruah marhum Bapak Ngapan Sudarto sekalian wal marhum Mas Gatot wal marhumah Budi Dikem wal marhumah Budi Wiryo wal marhumah Anak Sinta Puspitasari wal marhum Bapak Suwandi wal marhumah Ibu Siti Aisyah. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasim adkhalahum bi barakatil Qur'an أبي نور القرآن أبي داد القرآن أبي شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة خصوصا لروح المرحوم بابا سريا والمرحوم بابا كنجان والمرحوم بابا كسواتي والمرحوم بابا عبد الحميد والمرحوم بابا عبد الرشيد والمرحوم ابو سدياني والمرحوم ابو منتيرة والمرحوم ابو سمياتي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ببركة القرآن وبنور القرآن وبهداية القرآن بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. الفاتحة خصوصا الفاتحة حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا ثم إلى حاجاتي استويا كلورك Bapak Suparno dan Bapak Kusnan. Allahumma siha wa la'afiyah lahiran wa batinan salamatan ad-din wa dunya wa la'akhirah. Allahumma yasir lana ziyarah Makkah wal Madinatil Munawwarah ma syi'ta wa ma syi'ta innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bi barakatil Qur'an wa bi nuril Qur'an wa bi hidayatil Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. والمرحوم في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وارحمهم بنور القرآن بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. آمين. حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا ثم إلى حاجاتي استوي. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم حصل
مقاصدنا وحسن حاجاتنا يا الله. اللهم يسر لنا زيارتنا مكة والمدينة المنورة مشيدا كيف شئنا إنك على كل شيء قدير. ببركة القرآن وبنور القرآن وبين أهله وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم برضا الله تعالى شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ببركة ختم القرآن العظيم، بحرمة حبيبك ورسولك الكريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا رب الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، ورحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، إلى الجنة رفيقا، من النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، انصر وزراءه ووكلاءه وأساكره إلى يوم الدين، اكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاد والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأرواح أولادي وأزواجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حقوق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.